ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. النخل المغشوش يغزو شوارع الدار البيضاء ويتسبب في خسائر للمواطنين. تسببت نخلة مغشوشة تمت زراعتها مؤخرا بشارع الراشيدي بمدينة الدار البيضاء في إلحاق أضرار كبيرة بسيارات لأحد المواطنين، وأعادت طرح سؤال ما الفائدة من زراعة النخيل بالمدن الساحلية عوض الأشجار التي تقي المارة من حرارة الشمس وتساهم في تنقية الهواء. وتشهد شوارع الدار البيضاء انتشار النخيل بكميات كبيرة، وهي الكميات التي تعقد عن طريق الصفقات التي تدر أموالا كبيرة على الشركات التي تحوم حولها الشبهات. وبات انتشار النخيل في معظم الشوارع أمرا غير مرغوب فيه، الشيء الذي يستدعي التفاعل مع مطالب المواطنين وغرس الأشجار الأخرى بدل النخيل. وتتواصل نداءات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والفعاليات المدنية المهتمة بالبيئة من أجل تعميم غرس الأشجار في الشوارع بدلا من النخيل.